أكيد نفسك تتعلم التصميم الجرافيكي. اليوم نتعلم بعض اللمسات الاحترافية على برنامج الفوتوشوب. تابع الفيديو حتى النهاية ويلا بينا للشرح. على برنامج الفوتوشوب عندي كلمة أو عندي نص. الآن أنا أحتاج كلمة الحمد لله تدرج لوني جميل على نفس النص. أضيف إفكت، من إفكت أروح على جريديانت أوفرلاي، مباشر راح يفتح عندي خيار الجريديانت على نفس النص يبدأ يطبق. ولاحظ أنه يطبق لي اللون الأزرق. لو أفتح خيارات الجريديانت كليك يسار مرتين راح يعطيني عدة خيارات من ألوان وأشكال أقدر أطبقها على النص الخاص بي بهذه الطريقة، وأقدر أتحكم في كل جريديانت حسب الألوان اللي أحتاجها. إذا أعدل على لون معين مثلا أحتاج هذا اللون مباشرة أعطيك عدة تدرجات حسب الشيء اللي أنت تشوفه. طبعا الجميل في الفوتوشوب أنه مثلا اخترت هذا اللون، أقدر الآن أضيف نقاط ثانية من ألوان ثانية، مباشرة أقدر أضيف نقطة ثانية وأضيف فيها لون. أضغط على Alt وأسحب راح يضيف لي نقطة جديدة أقدر أضيف فيها لون جديد، وأضغط عليهم كليك يسار مرتين راح يفتح لك قائمة الألوان تختار اللون اللي يناسبك ويضيفه داخل النص، تعطي أوكي مباشر يضيف لك اللون الجديد. طلت وأخذ نسخة جديدة من هذا اللون وأروح أغيرها مثلا أخذ على غامق شوي أخذ غامق شوي، فهي الطريقة أفتح شوي بهي الطريقة راح يعطيني اللون وطبقه مباشرة على الإفكت. لو أخذ مثلا لون ثاني عشان أخذ لون أحمر عشان يبين معنا مثلا لون أحمر، لو أخذ نقطة أخرى وأعطيه لون أحمر راح يبين معنا التأثير. الأمر جميل جدا على برنامج تتحكم فيها سموث اللون بهذه الطريقة. شوف النعومة تتحكم فيها النعومة، تقدر تزيد النعومة. ولو أخذ الآن تدرج ثاني مثلا أقدر أسحب وأخذ نقطة من هذا المكان وأسحبها Alt، طبعا أضغط Alt وأسحب راح يضيف ليها في المكان الثاني مباشرة. لو أخذ نقطة من هذا المكان وأضيفها في هذا المكان راح يضيف ليها في نفس المكان بالطريقة اللي أنت تشوفونها. لو أخذ نقطة أخرى راح يضيف لي تدرج ومزيج، كل نقطة تزيدها راح تنضاف مباشرة على النص بشكل مباشر. وهذا الجميل على برنامج الفوتوشوب.